تتجدد الغارات على معظم مناطق الغوطة الشرقية. اليوم شهدنا استهداف مدينة دوما وكفر بطنة وجسرين ومدينة عربين. اليوم تجدد الاستهداف على مدينة زملكة. طبعا هذا حجم الدمار الذي خلفته صواريخ الطائرات الروسية والحربية في هذه المدينة. طبعا هنا منازل مدنيين بعيدة عن الجبهات. هنا فقط الأبنية السكنية التي يسكن بداخلها الكثير من المدنيين، ولا دخل لهم في أي شيء سوى أنهم سكنوا هنا في هذه المنطقة بالأسواق السكنية والأماكن السكنية. طبعا الاستهداف أيضا استهدف المدارس أثناء خروج الأطفال من المدارس. قيس القاضي، قناة الجسر الفضائية، مدينة زملكة، ريف دمشق.